تشرب معي قهوه؟ ايه يا ريت. السنة الماضية مثل هلا كنت حابة أموت، بس هلا عندي حدا أعيش مشانه. فاطمة أنا كثير حابة بصدق هذا الشيء. عملت هذا القالب مشان عيد زواجنا. نحن صرنا السنة متجوزين. يعني هلا فتنا بالسنة الثانية كمان. فاطمة قلت اللي مبلش من جديد أنا وياك، ووعدتني بهالشي. أنا حابة أعيش معك. هذا أول احتفال إلنا. ما بدي نفترق كريم. ما بدي. لمعي استنى، خذ هاي كاسة المي. لمعي عشو عم تطلع؟ دير بالك منيح. يلا روح قبل ما تبرد القهوة. ايه ليش ملهوجة كل هالقد؟ رح تخلصي بكير وبتروحي له. بعتذر، لازم نخلص بسرعة مرت أخي. أي بعرف. عم تقولي إني ماني واثق منك، مع إني ما بوثق بغيرك. أنا ما رح أتنازل عن حبك أبدا. هيك ما منلحق، مستحيل نلحق هالطلبيات كلها. كريم، ست مريم تكملي عني؟ ايه تكرم عيني. الو، شو اخبارك؟ منيحة، وانت شو اخبارك؟ انا ماشي حالي. كيف الشغل عندكم، بلشتوا؟ اها. وانت شو عملتي؟ عملت كيك بالليمون وبرك بالجبنة وبالسبانخ كمان، وعملت جاتو بالفريز، وبلشت احضر المعمول. بس حضرتك قطعتني هلا. يعني عم عطلك عن شغلك؟ لا، كيف صرت هلا؟ منيح، تحسنت كثير. ما ناقصني الا شويه راحه. ليش امبارح ما نمت؟ امبارح صحيت على حكي حلو كثير، وهالصوت ضل بإذني للصبح وما خلاني نام. ضليت فايق. طبعا انا مبسوط، كل اللي بدي اياه انه اسمعه من تمك مره ثانيه. اللي أخذت أدويتك؟ أخذتها. شو بدي أقول؟ شو رأيك نقعد قعدة طويلة ونحكي كل شيء؟ مثل ما بدك. حلو، بعد ما نخلص من الدكتورة بدنا نقعد بشي مطرح. موافقة. اتفقنا؟ ماشي. بدي أسألك سؤال. شو هو؟ إمتى اكتشفتي إنك بتحبيني؟ خلص خلص لا تردي، أصلاً أنا بدي أسمع الجواب وأنا عم بتطلع بعيونك. كريم لا تحكي هيك، عم تخجلني. تخجلي مني؟ ليش؟ ليكني أنا ما عم بخجل لما بقول لك بحبك. بدي أسمعها، يلا قوليها. كريم فاطمة شو؟ ما بدك تجي تشوفي المعمولات؟ مرت أخي عم بتناديلي ولازم سكر. بترجاكي قوليها وبعدين سكري. بحبك كريم. (تصفيق)
شو عيني شايفتك نازلة حب ومعشقة انتي وكريم اليوم؟ شو تحسن؟ الحمد لله على سلامته.